10 تاع الليل بقى ليا بحال ضيق ديال التنفس ملي مشيت السبيطار، قالوا لي عندك مشكل ديال الدم هيموراجي، يعني الريه ديالي تبلوكات ولحد الان بقي ما كنقدش نهضر بزاف، الا هضرت بحال هكا كيمشي ليا الاكسجين. الاطباء قالوا لي الحاله ديالك شويه صعيبه، غادي تبقى معانا واحد المده، بقيت تقريبا 11 يوم وانا في عشان وسط 11 يوم وانا كيديروا لي الاكسجين كما كتشوف في الصوره، هادي هي البلاصه اللي كنت نعس فيها، الاكسجين كيبقاو يداو لي ليل ونهار ما كيحيدوش ليا. ومني دازت المده قالوا لي خصك ضروري تخرج، ما غاديش نبقاو حنا شادينك على قوة الاكسجين، والدويات اللي كانوا خاصيني ما دارهمش ليا، بحال اللي فاكتورويت باش يحيد ليا النزيف ما دارهمش ليا. ومن هاد المنبر اللي كنشوف الا كان شي واحد ايموفيل وعندو فاكتورويت يعتقني بها، واخا نديرها في الدار، حتى انا مولف كندير الفاكتورويت بوحدي في الدار. هي ابرة يعني؟ اه هي ابرة. الابرة علاش كتصلح؟ شنو كتوقف النزيف وكتحيد النزيف الا كان عندك نزيف داخلي، ولا كان خارجي تا هو كتحبسو. هاد فاكتورويت شويه غاليه، وكاينين الدراري اللي كتكون مصابين بهذا المرض كتكون عندهم في الدار، الا كان شي واحد المرض اللي كيكون شويه نادر هذا يعني. المرض قليل ما كاين، ماشي بزاف الناس عندهم، قلال الناس اللي عندهم هذا المرض. انا بغيت من هذا المنبر من القناه ديالكم شوف تي في، انا عندي مرض ديال الهيموفيليا، اللي عنده فاكتورويت وبغى يعطيها ويساعدني بها يتصل بيا. الاكسجين وقع لي حقاش الريه ديالي تبلوكات وما بقيتش كديت نطلع الاكسجين والو، ما بقيتش كديت نتنفس والو، تبلوكات بسبب الدم نزيف وقع لي. هذاك النزيف هو اللي بحال الريه عمرت، الريه في الجهه اليسرى عمرت. ودابا يا قالوا لي الاطباء ملي بغيت تخرج قالوا لي احنا ما غنقدروش نشادك على قبل الاكسجين، الا بغيتي لاباراي خصك تمشي تدبر عليها ولا شريها ولا شو كدير. لاباراي كما كتشوفها هي، باش الناس اخويا يعرفوا لاباراي اخويا غاليه. انا هاد لاباراي 7000 درهم، هادي كما كتشوف هادي 7000 درهم، 7000 درهم انا من غنجيبها؟ ما عنديش كيفاش ندير. دابا هادي خاصها تكون هدايا في الجيم ديالي، ديما بحال كلها تخنقت في الليل نستعملها. انا البارح بالليل والله العظيم الا تخنقت تقريبا مع ديك الوحده ونص، الا الزوجه ديالي هي اللي ناضت بحال هكا بقات كتنش عليا باش شويه وليت. يعاونوني بهاد الجهازات لاباراي هادي، راه غاليه شويه انا ما نقدرش نشريها، هي دايره 7000 درهم، وهي اللي تقدر تعتق لي حياتي. لحقاش شحال مره كنتخنق بالليل ولا بالنهار، ضروري خاصني الاكسجين. الاكسجين راك عارف السبيطار ما يقدروش يشدوك على قبل الاكسجين، كيقول لك حنايا ما نقدرش نشدوك ديما. دابا هما خرجوني على ملي شافوا دابا الحاله ديالي عشويه قال لك صافي تمشي للدار. ولكن انا البارح تخنقت بالليل. شحال دوزتي في السبيطار؟ 11 يوم اخويا. كتحس براسك يعني مازال خصك تجلس في السبيطار؟ حاس براسي انا باقي لحد الان انا محتاج نتعالج، والاكسجين ماشي ليا. دابا ملي كنهضر الاكسجين كيمشي ليا، اما ملي بحال كوبين تقعد ولا شي حاجه راه مشكله اخويا، ما نقدرش والله ما نقدر. خصني ضروري نبقى متكي بحال هكا. بغيت الناس يعاونوني في هاد لاباري ديال الاكسجين نشريها، بعد على الاقل تكون حداك في جنبك الا تخنقت بحال هكا نبقى دايره. الرقم الهاتف هو 06 43 55 56 40. لا الله وصافي والله بقوة ما كان عاني انا وياه، انا وليت حاسه براسي بحال انا مريضه بي والله. يعني دائما كنبقى نشوف راسي راه حنا غادي نمشي واحد النهار للسبيطار، وكون كان غير تكون معامله مزيان راه حتى شحال تما كان شحال تعرضت للقمع، ويعني تخيل معايا حتى السبان تيكون قسما بالله لا حتى السبان، ما معامله ماشي مزيان. والنهار اللي ديتو في الليل يعني كنت غير واحد الدكتوره قلت لها عافاك غير ديروا الاكسجين وزيدي فيه، قالت لي ما تقوليش داكشي انا عارفه شغلي، انا عارفه شغلي ما تقولي لياش، وانا كنشوفو كيموت قدامي قسما بالله الا تخنق وما عرفت ما ندير ليه. الاكسجين مشى لي في دقه واحده صافي تيقول لي انا كنموت. والله تخيل معايا كيبقى يشهد تيقول انا كنموت، حتى الله يفولد وانا عرفت قلبي كتقطع، ربي اللي عان قسما بالله. اش نقول لك؟ ما والله ما عرفت شنو غنقول لك، يعني واحد المعاناه اللي كنعيش انا وياه ربي اللي عان. يعني الايموفيلي خلاص راه ملي كان صغير
ولكن دابا هاد الضيق في التنفس راه كان وقع له واحد المره ودينا للسبيطار وشويه، ولكن هاد النوبه شد فيه بزاف حيت ملي كيوقع له غير نزيف صغير لداخل، واخا غير شي حرق صغير كيطرطق صافي وكيبقى يدوز لداخل. الدواء ما خداش. دابا تخيل معايا قسما بالله السليب ما قدرتش نبدلو له حيت غير كنبدلو له كيسخف. كنبغي نبدلو غير الفراش كيقول لي الا بدلتيه صافي كنحس بقلبي غير يسكت والاكسجين كيمشي. ما انا شغان نقول لك الحاله راه بعدا من الصباح هو صبع عيان كنقولو ياك ما يوليش وياك ما يوليش وي صافي في الليل صافي مابقاش قادر يتنفس ويديه تيفشلو ورجليه بردو صافي ما لقيت ما ندير وانا عارف راه غير مراه بوحديتي راه الله غالب والله الا عيط غير لومبيلونس في داك الليل وحسبوا علينا مصاريف حيت هذه لومبيلونس النهار ماشي هي ديال الليل والاكسجين عاد سلفت باش خلصتهم 12000 ريال غير المشيه من هنا غير باش داونا بالليل. ومن وصلنا تما شحال تسنى ولا سانسور خاسر وكنقول غير ربي معاه حتى بقى حي والله الا غير ربي معاه. النداء ديالي كنطلب من المحسنين واللي كيشوفنا غير على وجه داك الوليد غير بقى داك الوليد تيكبروا يعاونونا غير باش نشريو هاد لاباري هذا ديال الاكسجين يعاونونا حيت غالي علينا بزاف ما نقدوش نشريوه انا اصلا غير بوحديتي انا براسي غير كنضي بانيك وكنبيع خبيز ولا هذا غير باش غير على مني تشافو وقف على رجليه هو ديك الساعه يقد المسؤوليه. بعد النوبات انا كنت تغلب وكنبدا نبكي كنتقهر صافي. هذا هو النداء ديالي. النداء ديالي هو انهم يشريو لنا شي لاباري الله يسهل عليهم ويولي شي واحد اللي عنده الفاكتور ويت في الدار اللي يعني ايموفيليا ويكون عنده في الدار يعتقنا غير بواحد البرا ولا جوج غير باش تحبسلو النزيف. دابا انت كتشوف غير دابا راه الحريق كيشدو داك النزيف زايد وكيتزاد يعني شي واحد اللي عنده ماشي مشكل غير يعيط ويقولها لنا انا نمشي عنده فين ما كنجيبها.